السلام عليكم عمي مختار، هذه سيارة كليو 2 كومبيس، 1.2 لتر إسانس. لدي مشكل يعني في الفويون تاع الزيت يشعل، راح أجرب أمامكم نشغل كونتاكت. صوت المحرك عادي يعني ما فيش مشكل، مش نعمل بريمير، مش ننطلق. الفويون تاع الزيت ما يشعلش من الاول، برك ننطلق ونمشي بيها شويه. هذا الفويون تاع الزيت شعلو اون با ستوب، يعني تفقدت الزيت، موجود الزيت تقريبا في الماكسيموم. المحرك ما فيش حس، ما فيش حاجة غريبة، برك الفويون هذا يشعل لي معناتها يوم اللي جات امطار ما دخلتش بها في غديرة كبيرة، يعني شوية طش معناتها قدام وبرا. أرجوكم إفادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.